السلام عليكم ورحمة الله، مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتب آدم، مش مشتركين قناة كتب آدم. يوم جديد وحلقة جديدة عن بيع أربع حمامات بسعر 1000 جنيه زي ما أنت شفت عنوان الفيديو. بس حابين نضيف كام معلومة كده، بس عشان إيه نخش في موضوعنا وبعد كده أوريك الأربع حمامات. حابب تكمل الفيديو على دماغنا طبعا، مش حابب برضه أنت إيه وخيالك. فطبعا قبل ما نخش في الفيديو بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتبتسم وتطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمه حلوه على دماغنا من فوق. متشكرين لدعمكم، متشكرين لكلامكم اللي بيخلي الواحد يستمر. جدعان، الواحد مش تاجر، ما بنلقطش من هنا ولا بنعمل من هنا، وحتى لو بنجيب حمام ونبيعه برده ده ما بيقللش، بس احنا بنحب الحمام. الفكره زي ما انا ببيع حمام بروح اشتري حمام، وممكن بشتري يعني مع احترام لاي حد ازيد من اي حد مثلا بيبقى محتاج فرد حمام ولا كده. انت ممكن مثلا محتاج فرد حمام تستخسر فيه 50 جنيه، انا ممكن محتاج فرد حمام ادفع فيه ازيد من حقه 200 300 جنيه، طالما هيعمل معايا مصلحه. انا بحسبها ازاي؟ موقف دكر وعايز له مثلا نتايه، فالنتايه دي مثلا سكه 250 300 جنيه، صاحبها عايز فيها 500 جنيه، ما انا موقف الدكر مش مستنفع منه بحاجه. هدفع ال 500 جنيه واضمن تايه صحيحه، لان انا برضو بروح انا ما بشتريش من قصه السوق دي، لان قصه السوق دي يا بختك يا وفيه، يا تاخد الحاجه تشتغل يا تاخدها يا ما تشتغلش. وانت انا واحد من الناس خدتها وما اشتغلتش، عمر ما ارازي بقى حد، خلاص يبقى انا كده خدت الحمامه بقت الحمامايه بتاعتي. الفكره بقى لما انا بشتري فرد الحمام ده، بدل ما الدكر واقف خدت منه حصويتين، ربنا كرمني بزغلول بعتهم، فانا عوضت فرق السعر اللي ما بين النتايه. اصبح كده لو النتايه ب 500 بعت اثنين منها ب 200، بقت النتايه واقفه عليا ب 300 بحقها، بعت اثنين ثاني النتايه وقفت عليا ب 100. يمكن دي فكره غلط، بس انا عشان بحب الحمام انا مش هيفرق معايا الدكر اضاما مش مستنفع منه او نتايه مش مستنفع منه، ايه المشكله؟ ما بقولكش كل ده عشان خاطر ان انا قصه تسويق ولا بيع حمام ولا الكلام ده. وبرده هنتكلم في قصه الحمام ده، الحمام مش مسعر، مش بتسعيره، الحمام كل حاجه فيه بمواصفات وتقليب وتقييم الحمام، فهو بيختلف من فرد حمام ممكن زي ما قلت تبيعه ب 1000 جنيه، ممكن فرد حمام كبير من نفس النوعيه تبيعه ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه، فاحنا عشان ما نطولش هنتفرج على الفيديو على الحمام ونرجع تاني. هذا اهو دولت اربعه قشر بنادق، عيال صغيره والله، عيال حمام بعضمه قصير، بس هي الفكره بيبقى حمام قليل. فانا هي الفكره ما اقول لك كل حاجه بعدلها، انا مش هقول لك مثلا الزغلول ب 500 جنيه وماليش دعوه بحد، انا والله الاربعه دول اتعرضهم ب 1000 جنيه ومش جايبين حقهم. حابب انت ورزقك بقى، لكن اقول لك ده طالعين دكرين طالعين نتايتين، والله دي في علم الغيب مش بتاعتي، بالذات اللي هي البلق برده دي خداعه. ده فرد حمام، ادي الريشه بتاعته ايه لسه طالع، بص يا انبوبه الدم ايه ده، عليه خمسه اهو، عليه خمسه نقطتين الدم ده بتاعت ريشه الرمي اهو. كتف التاني ريش ابيض، ده في كام تخويصه بس يا جدعان. الحمام ده عامه عشان انا فرخته والله، ممكن فرد حمام يكون مزفر ويكون حالته مش كويسه، بس ينقد حمام عن فرد حمام يكون نضيف. ده اول واحد اهو، فرد حمام عيل صغير، ادي ده الاولاني، وادي التاني اهو، ادي الخدين اهو، المسلة ايه طالع وشه، فرد حمام اهو، ادي عليه ستة. يعني الحمام ده هيقعد شهرين، هيقعد ثلاثة، هبيعه حمام كبير، وده اللي بيكون أحسن ليا. بس هي الفكرة، الواحد برضه بسبب اللي هو قاعد بيسمعه في السوق ده، حابب اللي هو يسند مع الناس مش أكتر ولا أقل. أدي أهو فرد حمام أهو، أوريك أنا بقى يعني مثلا فرد حمام بتاع نش القشر بند، عشان أنت برضه تعرف الفرق ما بين الحمام ده والحمام ده. ده قشر بند ذكر عليه اتنين، وده قشر بند اهو. شوف الاختلاف انت واحكم بنفسك، ده زغلول صغير وده فرد حمام خلاص فاضل له شهر، ده فاضل له بتاع 3 4 اشهر. شوف الفرق ما بينهم، شوف العضل،
سيبك بقى من الجتة وسيبك من الكلام ده، بس عشان تعرف ان الحمام كله ازاي بعضه. الحمام مش مسميات يا جدعان وخلاص، كل فرد حمام وليه تقليبه وليه مواصفاته. وده فرد حمام على اربعة اهو، ده فاضل له شهرين ويخلص اهو. فرد الحمام ده كان ريشه متقصف واتنسل اهو، ديله برضه بمرد الله عشان محدش يفتكر اللي هو ديله طلع غامق، ديله كله طلع ابيض. كانوا اتنين اخوات نضفت على ديلهم اهو، كله اهو طلع نضيف. هذا اهو فرد الحمام، وبياكلوا بصحة كويسة، وكل فرد حمام فيهم واقف في باب اهو. ده فرد الحمام ده يمكن ده اصغر واحد فيهم اهو، عليه ستة برضو ده اهو اهو، ديله كله طلع ابيض. وادي فرد الحمام اهو، يعني حمام بقول لك على حاجه، لو قعدت شهر ولا قعدت اتنين اقل حته مشابهها اقل من 300 جنيه 350 جنيه، ده كده رميتهم. بنزل السوق، انا كنت بعيد عن السوق خالص، نزلت السوق وربنا حمام اسم، هو الخلقه خلقه ربنا، احنا مش هنعيب عليه ولا اي حاجه، بس هي الفكره بقت الناس اللي هي شايفه قشر بندق، هو القشر بندق هو اللي مكتسح السوق، الفحم هو اللي مكتسح السوق، بقوا يتكلموا على الحاجات دي اللي هي الفيزيتا، ولا اسعارهم بقوا يرفعوها بسبب ان هو ده رقم واحد اللي في قلب السوق. طب انت ما تعرفش ايه اللي بيفرق بين الحمام ده بسعره؟ يعني دلوقتي اللي انا مثلا انزل الاقي زغلول بتوع نش اللي انا اجيبه من الشهر، الاقي زغلول ب 600 جنيه وحمامتين وشهم ومسمر، حتى لو حبيت اللي انا اربيهم واعملهم قص فيما بعد هيفرخوا لي زغلولين بكام؟ فانا ما اروحش اشتري فرد حمام مثلا برضو اللي هو ايه كبير اللي هو مثلا ب 2000 جنيه عشان خاطر اللي انا برضو، عشان الناس تقول لك ايه ده غاليين مش غاليين، لا ما انا مش هشتري فرد حمام ب 2000 جنيه وابيع لي زغلولين مثلا ب 100 جنيه، مش هبيع زغلولينهم مثلا ب 300 جنيه، ما هي دي الحمامات، دي الحمامات دي كل ما بتقعد كل ما سعرها بيبقى فيها. فالاربع حمامات دول بسعر 1000 جنيه يا تلحق يا ما تلحقش، فهي مش قصة والله بيع ولا أي حاجة. برضه حابب إن أنا أوضح نقطة كده برضه للناس، معلش بقى لو طول، بس أنتوا عارفين الإفادة. ده أخضر أهو، فرد حمام أهو، وده أخضر. هل ده زي ده؟ مواصفاته زي ده؟ هي الحمامية هي اللي بتختلف اهو. هنوريك ده مثلا بسيط اهو، ده دكر كبير، ده عيل صغير، بص الفرق ما بينهم. فرق ده حمام، بص ضريبه عامله ازاي، بص عظمه عامله ازاي. ده حمام وده حمام، يعني ده هنقول بتاع نش والتاني بتاع سلكات اهو. قشر بندق كبير، بص وش عامل ازاي، جتته مزهره بس اهو، بص العظم بتاعه عامل ازاي، وبص الزغاليل بتاعته عامله ازاي. ادي انت فحمياي، وربنا اقل من دي، اقل من دي كده اهو في قلب السوق، فصلت قدام عيني حمامه ب 600 جنيه، فصلت ب 600 جنيه وصاحبها ما رضاش يبيعها. امال انت عايز فيها كام يا عم؟ 800 جنيه. وحمامه بقول لك ايه، عظمها يشد على البنفسجات بحاجات بسيطة، فهي دي برضه حابين اللي احنا نضيف للناس حاجات برضه حاجة صغيرة كده. فأنا برضه إن شاء الله في زيادات في أي حاجة هقول أسعارها عشان الناس برضه ما تفتكرش إن أنا بجزر الناس، لأ عاجبك على دماغي من فوق، مش عاجبك والله هو بين البيع والشراء يفتح الله، هو البيع ده بيبقى عرض وطلب، فأنت حابب برضه إن أنت تشتري حاجة مفيش مشكلة، وهي عملية البيع والشراء ده نصيب ورزق من عند ربنا. الفيديو ده كان بتاعنا النهارده، فانتظرونا من جديد لجديد. كان معكم كنت ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله.